السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الصعب سهلا، فاجعل بفضلك كل صعب علينا سهلا. اللهم اجعلنا من الذين يقولون فيعملون ويعملون فيخلصون ويخلصون فيقبلون. اجعلنا اللهم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. افتح اللهم لقولنا قلوبا غلفاء وعيونا عمياء واذانا صما. اجمعنا اللهم هذا الجمع الكريم الطيب المبارك في الدنيا دائما على طاعتك، وفي الاخره مع سيد النبيين صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى. اللهم آمين. كيف الحال؟ الحمد لله، نحن بخير يا شيخ، وكيف أهلك يا شيخ؟ الحمد لله رب العالمين. في يوم الجمعة الماضية نحن درسنا أو بدأنا في درس عليك بذات الدين، صحيح؟ صحيح. أختي مرني؟ نعم. عليك بي، ما معنى هذه هذا التعبير؟ عليك بي بمعنى واجب. جملة. عليك بالعقيدة. مرة أخرى، عليك بال. بالعقيدة. عليك بالعقيدة. طيب، ما مضاد عليك بي؟ اختبرني. إياك و. إياك و. طيب، ها جملة. عليك بي، إياك و. ها. بالعقيدة وإياك والشك. عليك بالعقيدة الصحيحة، مثال. عليك بالعقيدة الصحيحة وإياك والشرك بلا. وإياك والشرك بلا. نعم، وإياك والشرك، صحيح؟ صحيح. هل هذا صحيح أختي عائشة؟ ماذا شيخ؟ ما الصحيح وإياك والشرك بكسرة؟ وإياك نحن وإياك والشركة. قلنا بعد إياك و شركة فتحة، وإياك والبدعة تاء. عليك بالتوحيد وإياك والشرك. نعم. جيد. نعم جيد. طيب أختي عائشة، لو أنا قلت هذا الرجل لديه مال أو له مال. هذا الرجل لديه مال أو ماذا؟ الرجل ذو مال أو الرجل لديه مال أو هناك كلمة بمعنى لديه. الكلمة الرجل ذو مال. ذو مال. طيب تمرني. نعم. الطلاب لديهم أخلاق. الطلاب ذو
تدي أخلاق ذو أخلاق. طيب أخلاق طيب أختي مرني، البنت لديها أدب. البنت ذوات عذاب. مرة أخرى، البنت البنت ذوات عذاب. إيه عذاب. هل هذا صحيح يا عائشة؟ خطأ شيخ، البنت ذات، البنت مفرد. نعم البنت أوه نعم نعم ليس بنات. إذن كيف صحيح أختي مرني؟ البنت ذات آداب. ذات آداب. البنت ذات آداب. ذات أدب. جيد. طيب كيف الجمع أختي عائشة؟ البنات ذوات. ما جمع أدب سه؟ لا بأس، يمكن أن نقول أدب أيضا. نعم البنات ذوات أدب. جيد. إذا لو قلت مثلا بالجمع البنات ذوات آداب ممكن. نعم جيد. طيب جيد. مثلا أختي مرني، نعم هل أنت تستطيعين أن تلبسي ملابس الأطفال؟ لما كاي باكيان أنا لا أستطيع يا أستاذ. لماذا؟ ولكن ليس مناسبة. هو ليس مناسبا. مناسبة. طيب مناسب في جملة؟ يريد أحمد أن أن يتزوج الفتاة. أن يتزوج الفتاة ولكن ليس لها مناسبة. مرة أخرى. يريد أحمد أن يتزوج الفتاة ولكن ليس لها مناسبة. ولكن ليست مناسبة. مرة أخرى. ولكن ليست مناسبة. طيب أختي عائشة جملة. بسم الله. يريد عمر أن يدرس اللغة العربية ولكن ليس مناسب. أن يدرس أو أن يدرس؟ نعم يريد عمر أن يدرس اللغة العربية. أن يدرس. يدرس اللغة العربية. نعم ولكن ليس مناسب. يعني مثال هو أستاذ ليس مناسب صحيح؟ Iya, nggak cocok. نعم. Dia ingin ngajar tapi nggak cocok gitu. نعم صحيح صحيح. طيب بسم الله. نكمل بسم الله. أولا ماذا تريد الأم يا أختي مرني؟ أريد أم. الأم. أو ماذا يريد بلال؟ بلال يريد أن يتزوج. يريد أن يتزوج. أحسنت. طيب وبما يشعر بلال يا أختي عائشة؟ يشعر بلال بالقلق لأنه بل هذا طعام في إندونيسيا. بالقلق ليس طعام قلق. في إندونيسيا. طعام في إندونيسيا. قلق. إذن يشعر بلال بالقلق. يشعر بلال بالقلق. يشعر بلال بالقلق بالقلق لأنه يريد أن يتزوج. طيب أخي فرمان
شيخ شعبان، السلام عليكم. وعليكم السلام. لماذا يشعر بلال بالقلق؟ لأن هو لم ليس يتزوج، ليس متزوج. مرة أخرى، لأنه لم يتزوج. لم يتزوج فقط، وهو يريد أن يتزوج، ولكن لم يوجد امرأة مناسبة، فتاة مناسبة. إذن هو يريد أن يتزوج، هو يريد أن ولكن لم يوجد فتاة مناسبة. إذن ولم يجد، هو ولم يجد، ولم يجد فتاة مناسبة. مناسبة، جيد. طيب، نحن في المرة الماضية درسنا كلمة مناسب، جيد؟ جيد. لكن ما درسنا الفعل. كيف الفعل أخي نور قادم؟ صعبة أستاذ. نعم، مناسبة. عندنا كلمة مناسب، كيف الفعل؟ نا، أخي نور قادم. نعم، نا، كيف الفعل؟ ناسب. ناسب، والمضارع؟ ينسب. لا، يناسب. أخي نور قادم تفضل. نعم، ناسب، والمضارع؟ ناسب يناسب. أحسن، يناسب الأمر. ناسب يناسب. ناسب، ناسب، صحيح. ناسب. ما المصدر؟ مناسب. لا، هذا فاعل، يفاعل، فاعل، مفاعلة. ها، فعالة، مفعلة، مناسبة، مفاعلة، مناسبة، مفاعلة، مناسبة. واده صار. مناسبة. طيب يا أستاذ، الآن هذا هو الفعل، صحيح؟ نعم، هذا هو الفعل. مثال، لو أنا قلت مثلا، انظر، زوجتي مناسبة لي، كيف نقول هذا بالفعل أخي أبو رفيف؟ زوجتي تناسب ماذا؟ تناسب لي. الفعل لا يأخذ اللام، تقول زوجتي تناسب لي. مرة أخرى، زوجتي تناسبني. تناسبني، تمام؟ تمام. مثال، لو أنا أريد أن أسأل، مثال، هل الطعام العربي يناسبك؟ هل الطعام العربي يناسبك أو مناسب لك؟ طيب شيخ فرمان، هل الطعام العربي يناسبك؟ نعم، الطعام العربي يناسبني.
يناسبني أو مناسب أو مناسب لي مناسب لي نعم أحسنت وبارك الله فيك. طيب بعد ذلك قال بلال لا أجد الفتاة المناسبة. ماذا قالت له أمه يا أختي فين؟ أختي فيني؟ نعم يا شيخ. ماذا قالت له أمه؟ هذه ليست؟ فإن شيخ هو يقول لا أجد الفتاة المناسبة. ثم الأم؟ الأم تقول هذه ليست مشكلة، هناك فتيات كثيرات مناسبات للزواج. جيد. إذن ماذا يجب على بلال يا أختي فيني؟ يجب عليه أن يبحث، صحيح؟ صحيحا؟ صحيح. إذن نقول على بلال أن يبحث، بعليك بي. ها كيف نقول هذا أختي فيني؟ بلال يجب عليه أن أبحث أن يبحث عن أن يبحث عن فتاة المناسبة عن فتاة مناسبة. جيد. طيب. ثم بلال يسأل هل تعرفين واحدة مناسبة؟ طيب شيخنا القادم، كيف أسأل هذا السؤال بالفعل؟ هل تعرفين أن أريد هنا مناسبة، هذا اسم، كيف أسأل هذا السؤال بالفعل؟ يا نعم يا شيخ. هل تعرفين أن يناسب واحدة؟ لا، هل تعرفين واحدة؟ هل تعرفين واحدة أن يناسب؟ لماذا تقول أن؟ هل تعرفين؟ شيخ نقدم، كلمة واحد أو واحدة هذا اسم، إذا وبعده فعل، إذا لا بأس، لا مشكلة. إذن ها أخي فرمان، كيف الصحيح؟ هل تعرفين واحدة تناسب أنا سهل. جيد. طيب أختي مرني. نعم. كيف صحيح؟ واحدة تناسب. هل تعرفين واحدة تناسبة؟ تناسبة. طيب أختي عائشة. لا، ليس سهل. تفضلي. أختي عائشة تفضلي. هل تعرفين واحدة تناسبني؟ طيب انتبهوا من فضلكم يا إخوان يا أخوات، نحن قلنا مناسب لي، تمام؟ تمام. لو بالفعل انتبه معي، أقول يناسبني
يناسبني. طيب هنا لدينا سؤال يا أستاذ، الفعل هو يناسب. مثلا انتبه، مثال مثلا لو أنا قلت مثال يساعد بنتو، تمام؟ تمام. لو أنا أريد أن أقول يا إخواني أخوات هو لي بنتو سايا، إذن هو يساعد الفعل ثم الضمير المتكلم كتاجنتي إي. ولكن لو أنا قلت هو يساعي ذي هكذا، هذا خطأ كبير جدا. طيب لماذا هذا خطأ كبير يا أستاذ؟ لابد أن أقول هو يساعدني. استغفر الله. طيب لماذا هناك نون؟ النون ليست من الفعل يساعد، وكذلك النون ليست من الفعل يناسب. السؤال إذن لماذا توجد نون؟ أنا سأسألك سؤالا آخر، هل في الدنيا يوجد فعل مجرور؟ لا. ممكن إخوان؟ ممكن؟ لا، لا يمكن. إذن الفعل لا يمكن، لا يجوز، حرام أن يكون مجرورا، لا يجوز أن يكون الفعل في آخره كسرة. جيد؟ طيب أين الكسرة يا أستاذ؟ لو أنا أقول هكذا هو يساعدي دي تلونغ أو بنتو سايا، لابد أن يكون هناك كسرة في آخر الفعل. لماذا؟ لأن بعد الدال في كلمة يساعد يوجد ياء، هذا كتجنتي ياء. دان في اللغة العربية، انتبه، في اللغة العربية حروف المد، مثال قال، حرف المد الألف، يقول، حرف المد الواو، قيل، حرف المد الياء، حروف المد الألف لابد أن يأتي قبلها فتحة. نعم. ثم حروف مد ألف هروس أدا فتحة تداب له كلو كسرة أتو ضمة، مثال لو ضمة في قال لا يمكن أن أقول الفعل قول، لا يمكن. تمام. إذن لابد أن يكون هناك فتحة قبل الألف. طيب الواو، الواو واو المد قبلها ضمة، ياء المد قبلها كسرة. طيب هنا لماذا هناك كسرة في الفعل؟ ها لماذا أخي أرينتو؟ لأن المفعول به أنا، ولكن لأن بعد الفعل توجد ياء مد، ياء مد التي هي ياء الضمير يعني، تمام؟ وياء المد قبلها فتحة أو ضمة أو كسرة؟ كسرة. ياء المد قبلها؟ قبلها كسرة. أها، ياء المد قبلها؟ كسرة. كسرة، أحسنت. وهل يجوز أن يكون الفعل مكسورا مجرورا؟ يجوز؟ لا، لا يجوز. لا يجوز. لذلك في النحو، في النحو هم يقولون إذن لابد أن نضع نون هكذا قبل الفعل، قبل الفعل. لماذا؟ هذه النون فقط حتى تأخذ الكسرة، هذه النون حتى تأخذ الكسرة، ثم نقول هو يساعدني، هو يناسبني. طيب كلو تم بنون بدون نون
إذن لابد أن يقول هو يناسي بي. لماذا؟ karena harus sebelum ya mad harus ada kasrah dan tidak boleh kata kerja dengan kasrah. Jadi kita tambah atau nahnu nadha'u nun thumma nadha'u tahta nuni kasrah wal fi'lu yakunu marfu'an. هذه النون اسمها نون الوقاية. مرة أخرى نون الوقاية. الوقاية تمام. طيب إذن في الدرس هو يقول هل تعرفين واحدة مناسبة؟ إذن لو أنا أردت أن أسأل يا أختي مرني بالفعل ماذا سأفعل؟ هل تعرفين واحدة تناسبة؟ التاء المربوطة يا أختي مرني نعم لا يمكن أن تأتي في الفعل، التاء المربوطة للإسم فقط. هل يجوز أن أقول هو هكذا هو يأكلة ممكن؟ لا لا يمكن. لماذا؟ التاء المربوطة هذه علامة الاسم، تندى اسم، لا يجوز أن يقول هو يأكلة. إذن هل تعرفين واحدة تناسبني؟ مرة أخرى. نعم هل تعرفين واحدة تناسبني؟ لي. ماذا تقول الأم أختي مرني؟ الأم تقول فاطمة بنت صالح. فاطمة بنت؟ بنت صالح. طيب ثم بلال أبو رفيف ماذا يقول بلال؟ يقول بلال هذه غير مناسبة إنها مناسبة غير مناسبة مناسبة هذه غير مناسبة. نعم لماذا؟ لأن إنها فقيرة لا مال لها. إذا ماذا يريد الشيخ بلال بارك الله فيه؟ في رأيك شيخ أبو رفيف هل يريد أن يتزوج أو يريد النقود؟ تزوجت يا شيخ ولكن هو يقول إنها فقيرة لا مال لها، ماذا يريد بها؟ هو يريد غالية شيخ. يريد امرأة ماذا؟ غنية. مرة أخرى غنية غنية. إذن عندنا فقير ومضاده أخي أبو رفيف غنية غنية. مرة أخرى غني غني. طيب غني جيد. ما رأيك أنت يا أبو رفيف؟ مثال لو أبو رفيف لم يتزوج مثال تمام؟ وهناك امرأة فقيرة وامرأة غنية، من تفضل أنت؟ فريدة شيء. نعم لو أنك لم تتزوج تمام؟ نعم مثلا أبو رفيف عذاب وهناك امرأة غنية وامرأة فقيرة. المرأة الغنية ذات دين والمرأة الفقيرة ذات دين، من تختار؟ الغنية يا شيخ ذات الدين. الغنية يا شيخ. طيب لماذا يا أبا رفيف؟ يا طيب سلرا بايزه اوكي
إذن أنت ستختار المرأة الغنية، صحيح؟ صحيح. طيب شيخ فرمان، ما رأيك أنت؟ نعم. لا شيء. أفضل امرأة غنية وجميلة. امرأة، مرة أخرى، امرأة. امرأة غنية. غنية، جيد. طيب لماذا بلال يريد المرأة الغنية؟ هل المرأة ستعطيه النقود؟ لا. 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 إذن هو لماذا يريد امرأة غنية؟ ممكن لأن المال كثيرة، المال كثير لها، المال كثير عندها. عندها. جيد. طيب هو يقول إنها فقيرة لا مال لها. انتبه معي، لا مال لها. تمام. لا هنا هذه في النحو اسمها لا النافية. النافية للجنس. تمام. لا نافية للجنس. طيب مثلا أنا أريد أن أقول لا يوجد رجل في بوجور، يعني في بوجور كل أهل بوجور نساء. تمام. مثال، مثال أنا أقول هكذا، لا يوجد رجل في بوجور. تمام. يعني لا يوجد رجال، هناك نساء فقط. تمام. طيب يمكن أن يسألني رجل آخر، يعني لو رجل واحد لا يوجد في بوجور، رجل واحد فقط لا يوجد، ثم أنا أقول له لا يوجد رجل في بوجور. طيب هو يريد أن يتأكد، يعني تيدا أدا كلاوسة لكلكي تيدا أدا، ثم أنا أقول هكذا لا رجل في بوجور. أيهما أقوى في المعنى؟ أبين قوة دي معنى الأول أو الثاني؟ الجملة الأولى أو الثانية؟ الثانية. 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 لماذا؟ يعني هنا بمعنى لا يوجد رجل واحد حتى في بوجور، لا يوجد رجل واحد في القرية أو في المدينة أو في الجبل، عند الجبل أو عند شاطئ البحر، أو رجل في البيت، أو رجل حتى مثلا في المسجد، لا يوجد أبدا. تمام. إذن هذه اسمها لا نافية للجنس. إذن عندما أقول لك محمد لا مال له، يعني سبحان الله ليس معه أي شيء، فقير جدا. تمام. نعم. طيب يمكن أن أستخدم هذا أيضا لو أنا قلت، انتبه، الجاهل ليس لديه علم. تمام. طيب تمام أخي أرنتو، كيف نستخدم بلا النافية للجنس؟ لا علما للجاهل. مرة أخرى. لا علما للجاهل. لا علم. لا علم للجاهل. جيد. أو الجاهل لا علم له، هكذا الجاهل لا علم له، يعني أبدا لا يعرف أي شيء. تمام. تمام. طيب قارون، هل تعرفون قارون؟
نعم نعرف. نعم. هارون ليس لديه إيمان. كيف نقول هذا يا أختي عائشة؟ قارون لا إيمان له. قارون لا إيمان له. بمعنى ليس عنده إيمان أبدا. جيد؟ جيد. طيب أخي أبو رفيف، جملة لا ثم بعد ذلك فعل أو كلمة اسم منصوب. جملة. العامل ليس لديه المال. ثم العامل لا مال. لا مالها. لا ماله. مرة أخرى. لا مال. لا مال له. لا ماله. لا مال له. لا مال له. مرة أخرى. العامل. العامل لا مال له. لا مال له. أحسنت وبارك الله فيك. طيب. هو يقول إنها فقيرة لا مال لها. ما جمع كلمة فقير أخي أرنتو؟ فقراء. فقراء. أحسنت. ثم إذن لماذا يرفض بلال فاطمة أخي أرنتو؟ لماذا؟ ماذا يرفضها؟ يعني لا يريد أن يتزوجها. لماذا؟ لأنها فقيرة. لا مال. لا مال لها. لها. طيب ثم ماذا تقول الأم يا أختي عائشة؟ تقول الأم ما رأيك في زينب بنت عبد الله؟ ثم قال يجيب بلال نعم هي من أسرة غنية ولكني سمعت أنها غير جميلة. طيب انتبه الآن ماذا تفعل الأم يا أختي عائشة؟ نعم تفعل أم هي تبحث عن فتاة مناسبة لابنها. تبحث الأم تبحث. تبحث عن؟ عن فتاة مناسبة لابنه. لابنها. نعم عفوا لابنها. هي تبحث عن فتاة مناسبة لابنها. نعم. ثم هو يقول هي من أسرة غنية ولكني سمعت أنها غير جميلة. جميلة. إذن الآن ماذا يريد بلال يا أختي فيني؟ يريد بلال أن يتزوج الفتاة الغنية والجميلة. الفتاة الغنية وال والجميلة. والجميلة. إذن بلال لا يريد بلال ماذا؟ لا يريد بلال فتاة فقيرة جيد وخبيثة.
خبيثة. ما مضاد جميلة؟ خبيثة جميلة. ما مضاد جميل؟ خبيث. خبيثة ليس خبيثة. قبيح. 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 إذن هو لا يريد فتاة ها فقيرة وقبيحة. فإما أخير أنتو ماذا تقول الأم؟ هناك هدى بنت عبد العزيز. هناك هدى بنت عبد العزيز. جيد. بلال يقول سمعت أنها ذات مال وجمال ولكني أريد الحسب والنسب. ولكني أريد الحسب والنسب. ولكني أريد الحسب والنسب. إذا الآن ماذا يريد بلال شيخ؟ أريد بلال الفتاة هي النسب. نعم الغنية. الغنية و وجميلة. جميلة والجميلة ون ثم ثم حسابة ذات الحسابة وذات نسب وذات نسب. إذن هو بلال يريد فتاة ذات مال ذات جمال. نعم. وذات حسب ونسب. صحيح؟ صحيح. ما معنى الحسب والنسب؟ حسب ونسب هل تعرفوا أخي أرينتو؟ نسب ممكن الأبو ممكن أبو الفتاة أمير في المدينة. النسب هذا صحيح؟ yeah, نعم نعم. ثم حسب لا أدري إيش حسب. طيب من يعرف الحسب والنسب إخوان أخوات؟ طيب انتبه معي. مثلا لو أنا قلت أنا اسمي عبد الرحمن ابن حسن ابن علي. تمام؟ تمام. إذن أنا عبد الرحمن صحيح؟ صحيح. ومن أبي؟ حسن. ومن جدي؟ علي. علي. إذن علي هذا والد أبي صحيح؟ صحيح. إذن هذا اسمه نسبي أنا. هذا نسبي. نعم. يعني محمد ابن إبراهيم ابن حسين ابن هذا اسمه نسب. نسب. تمام؟ لذلك هل تعرفون الحبايب؟ حبايب. نعم. في إندونيسيا يوجد الحبيب صحيح؟ نعم. لماذا اسمه حبيب؟ هو يقول أنه من أسرة النبي صلى الله عليه وسلم صحيح؟ صحيح؟ صحيح. جيد. طيب لو أنا سألتك هل لك نسب؟ ما معنى هل لك نسب يا أستاذ؟
يعني هل أنت تعرف من أبوك ومن جدك ومن جد جدك؟ إذن هذا اسمه نسب، صحيح؟ صحيح. ممكن أحد يسأل يا أستاذ، يعني هل يوجد أحد ليس عنده نسب؟ ممكن أو لا؟ ممكن أختي عائشة ممكن. ها إخوان، هل يوجد أحد ليس عنده نسب؟ نبي عيسى. نعم؟ النبي عيسى. النبي من؟ عيسى. عيسى. نعم نعم، أنا أقصد الآن 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 في الدنيا. الولد ولد في ليس في نكاح لكن في زنا. الله، جيد. إذن لو هناك ابن أو ولد ولد بالزنا، ثم الرجل والمرأة يتركان الولد، ثم بعد ذلك لو هذه بنت وتريد أن تتزوج، فنحن نسألها من أبوك؟ نعم. لا أدري. طيب من أمك؟ لا أدري. إذن هل هذه البنت لها نسب؟ لا. لا. ليس عندها؟ ليس. نسب. نسب. تمام؟ إذن كلمة نسب يعني عندما أقول مثلا، انتبه معي، محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، عبد المطلب ابن عبد مناف، وهكذا، هذا اسمه ناسب. تمام تمام. إذن عندما هو يقول أريد فتاة ذات حسب، ما معنى ذات حسب؟ يعني أبوها معروف وجدها معروف، نحن نعرفه. تمام؟ نعم. مثلا لو أنا قلت تزوجت فتاة ذات نسب، ما معنى ذات نسب؟ أبوها موجود، جيد؟ جيد. أبوها موجود، إذن هذا هو معنى نسب. طيب، لكن ما معنى حسب؟ ها، من يعرف؟ pengaruh ممكن يا شيخ. طيب، انظر. انظر. مثلاً. Misalnya keturunan raja atau keturunan pejabat gitu ya. Baik, baik. Misal, misal, misal. 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 Law hunaka misalan ibnu ibnu al-Malik Sulaiman. Naam. Hal ta'rif al-Malik Salman, afwan, Malik Salman Saudi. Naam. طيب، هل ابن الملك سلمان سيتزوج بنتا فقيرة؟ ممكن؟ لا. لا. إذن ابن الملك سلمان هو ذو حسب. نعم. ما معنى ذو حسب؟ يعني أبوه ملك السعودية، صحيح؟ نعم. طيب، مثلا لو أنا قلت، أنا قلت مثلا هناك ولد أو هناك رجل يريد أن يتزوج ابنة جوكوي، الرئيس جوكوي. نعم. لماذا؟ إذن ابنة الرئيس جوكوي ذات حسب، حساب. نعم. يعني مثلا أبوها رئيس أو أبوها مدير شركة. نعم. نعم. أو أبوها رجل أعمال، بيزنس مان. إذن هذا اسمه حسب. طيب، واضح؟ واضح. مثال آخر، لو أنا سألتك يا أختي عائشة، لبيك، هل أنت ذات نسب؟ نعم، الحمد لله. الحمد لله. هل أنت ذات حسب؟ لا، بيس أجه. جيد، عادي. نحن
أشخاص عاديون. أنا ذو نسب ولكن لست حسب. لست ذا حسب. أخي فرمان. السلام عليكم أخي فرمان. وعليكم السلام. الحمد لله أخي فرمان، أنت ذو حسب صحيح؟ ما شاء الله. لا لا لا، أنا ليس ذا حسب. لست لس أنا لست ذا حسب. لست بحسب. لست ذا حسب. لست ذا حسب. طيب شيخنا القادم، هل أنت ذو حسب؟ أنا لست حسب يا شيخ. لست ذا. أنا لست ذا حسب. لا حول ولا قوة إلا بالله. شيخ أبو رفيف. لا يا شيخ، أنا لست ذا نسب. لست ذا حسب. لست ذا حسب. أوه، لماذا أنت في بالي صحيح شيخ؟ صحيح. أنت رئيس بالي صحيح؟ لا يا شيخ. طيب. انتبه معي، انتبه معي. من من الصحابة ذو حسب؟ من من الصحابة ذو حسب؟ أبو بكر. أبو بكر صحيح. أبو بكر وسرته كبيرة صحيح، وهو يعني رئيس في قريش صحيح؟ صحيح. إذن أبو بكر، ماذا نقول يا أختي فيني؟ أبو بكر ذو حسب. أبو بكر ذو حسب ونسب أيضا. مرة أخرى، ذو حسب ونسب. ونسب جميل. من أيضا؟ عثمان. عثمان صحيح. عثمان رضي الله عنه. رضي الله عنه. عثمان بن عفان ذو حسب ونسب صحيح. صحيح. عثمان غني صحيح. صحيح. رضي الله عنه عثمان. حتى الآن في السعودية، في السعودية يوجد وقف، تهو وقف؟ نعم. وقف في السعودية باسم عثمان بن عفان حتى الآن موجود رضي الله عنه. طيب إذن عثمان بن عفان ذو حسب ونسب. طيب بلال بن رباح. ليس. ها بلال ذو حسب ونسب؟ لا ذو نسب فقط. ذو نسب فقط. لأن بلال رحمه الله ورضي الله عنه كان فقيرا صحيح؟ صحيح. جميل. طيب عندما أقول الحسب والنسب معا، عندما أقول هكذا حسب ونسب معا، مثلا أريد فتاة ذات حسب ونسب، بمعنى الأسرة العظيمة الكبيرة الغنية كل شيء جيد فيها، تمام؟ فمثلا لو أنا قلت تزوجت فتاة ذات حسب ونسب، تزوجت فتاة ذات حسب ونسب، يعني نسب أبوها موجود، أبوها معروف، أسرتها نحن نعرف أسرتها، وحسب يعني مثلا أبوها مدير شركة، أبوها غني هكذا، تمام؟ تمام. طيب إذن الآن ماذا يريد بلال بالضبط شيخ أبو رفيف؟ بلال هذا مشكلة. ها ماذا يريد بلال؟ يريد بلال الفتاة ذات الحسب والنسب وذات النسب. يريد بلال فتاة ذات حسب نسب ونسب وذا نسب وغنية وجميلة.
ما شاء الله. إذا أين يجد كل هذا شيخ؟ مستحيل. مستحيل ها؟ إذا ممكن هذا في الجنة إن شاء الله. إن شاء الله. آه طيب. ماذا قالت له أمه أخي أبو رفيق؟ الأم تقول تريد المال والجمال والحسب والنسب، هذه لا تحقق السعادة. مرة أخرى، هذه هذه لا تحقق السعادة. ما معنى هذا؟ لا يمكن. ما معنى لا يحقق السعادة؟ لا يحضر السعادة. لا يحضر السعادة. طيب قريب قريب. مثال. الآن مثلا انتبه معي. يحقق لو أنا قلت العمل عندما أنا أعمل ماذا سأخذ؟ النقود. إذن النقود موجودة صحيح؟ صحيح. متى تكون النقود موجودة؟ عندما تعمل. عندما أعمل. إذن أقول هكذا، العمل يحقق النقود. يعني النقود موجودة لو أنا أعمل. نعم. إذن العمل يحقق النقود. طيب أنت تريد الأجر من الله صحيح؟ صحيح. إذا ماذا نفعل؟ العمل الصالح. إذا لو أنا قلت مثال الصلاة، الصلاة نعم تحقق الأجر. يعني أنت تريد الأجر موجودا صلي. إذا الصلاة تحقق الأجر. تمام؟ طيب تمام. أخي أرنتو. السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب أخي أرنتو مثلا لو أنا قلت لك مثلا أنت تريد الأولاد. تمام؟ تمام. مثلا شيخ أرنتو لم يتزوج، عزب، ثم هو يقول أريد الأولاد، إذا ماذا يفعل؟ ماذا يجب أن يفعل؟ الزواج تحقق الأولاد. يحقق؟ أي أولاد. الأولاد. طيب، يحقق الأولاد. ما معنى الزواج يحقق الأولاد؟ عندما زواج الأولاد. عندما تتزوج يوجد أولاد صحيح؟ صحيح. إذن كلمة يحقق بمعنى يوجد. نعم. يوجد ليس يهضره. بمعنى يوجد، بمعنى يجعله موجود. يجعله ماذا؟ موجود. تمام؟ طيب مثال آخر. مثال آخر، لو أنا قلت لو أنت حزين ماذا تفعل؟ أبكي. مثال أختي فيني. نعم شيء. لو أنا مثلا حزين ماذا أفعل؟ أنا أشعر بالحزن. الله يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا ماذا أفعل؟ الدعاء. أقرأ القرآن صحيح؟ إذا قراءة القرآن. القرآن. القرآن يحقق يحقق السعادة. السعادة. يعني القرآن يجعل السعادة موجودة. تمام؟ قالت الأم
تريد المال والجمال والحسب والنسب، هذه لا تحقق السعادة. يعني هذه البنت لا توجد السعادة. جيد؟ جيد. طيب، هل هناك سؤال؟ لا، سهل سؤال سريعا. حينما الأم قالت لبلال تريد المال والجمال والحسب، لماذا هي لا تقول تريد المال والجميلة ليس جمالة؟ نعم، لأن الجميل، كلمة جميل هذه صفة، الجمال هذا مصدر. تمام. لو أنا قلت مثلا أنت تريد الغنية، مثال ليس المال، الغنية والجميل. نعم نعم، لأن الغني والجميل صفتان. صفتان، نعم. وهذا مصدر المال والجمال. تمام تمام شيخ. نعم. طيب، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.